اخر حاجه اتفضل. الثلاثه اللي قدام يعني بتمنى طبعا اللي هو برونو وطاهر وشادي واحمد عبد القادر. انا بقول لاحمد عبد القادر لازم تركز، لان المنافسه الفتره الجايه هتبقى قويه جدا عليك. لان انت هتمشي على سطر وتسيب سطر، ده بالنسبه للمدرب اللي موجود لا ممكن ما تلاقيش نفسك بتلعب. لان انت في الشوط الاولاني بتتقطع منك كره كتير، وفي الشوط الثاني لما بدات تعرف يعني انا عبد القادر دوت كابتن عبد الجليل لما كان بيلعب او ما يستلم هو عارف يعني راجل حريف، عارف ان هو هيروح عامل كده ويروح رايح على الجول، ولا اما يجيب جول يا اما بيعمل بالعرض. لما عمل كورتين كان كويس صح. انا شايف ان كان عنده النهارده مشكله كبيره في القرار. بالظبط، مش هو مش عارف عايز يعمل ايه، انت هترقص ولا هتبص، هو متردد نفسه. بالظبط كده. فهو لما عمل كورتين بالظبط يعني في الماتش عمل كورتين صح، فراح عمل شكل كويس لل ده احمد عبد القادر. ده احمد عبد القادر.